السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. تنبيه من المستوى الأول، ساري المفعول على المناطق الشمالية خاصة من الساحل الوسطى وكذلك الشرقية عن أمطار على شكل زخات رعدية إن شاء الله ستخص الواجهة الساحلية. تواصل لتساقط الثلوج خلال أمسية اليوم على المرتفعات الداخلية، وحتى خلال يوم الغد الأمطار ستستمر في التساقط والتهطل إن شاء الله. أمطار خير والحمد لله على الواجهة الشمالية خاصة الوسطى والشرقية تحت وقع الرعود على شكل زخات، إن شاء الله ستزداد غزارة خلال الأمسية. تواصل لتساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية التي يزيد علوها ما بين 700 متر إلى غاية 800 متر. بعض الأمطار مستبعدة كذلك على الواجهة الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات. السحب ستمتد إلى غاية شمال الصحراء مع احتمال بعض القطرات غير مستبعدة على منطقة الواحات أواخر النهار. 4 درجات خلال ليلة اليوم وخاصة صباحة الغد على سطيف ودون الصفر، 3 درجات على تيزي وزو وكذلك تيارت، 6 درجات على العاصمة. ننتظر خلال صباحة الغد 3 درجات فقط على ولاية بشار، 2 درجات على تندوف، 13 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى، المحرار يصل لغاية 14 درجة فقط على العاصمة، 11 درجة على تيزي وزو، 5 درجات على البيض، 13 درجة فقط كذلك طقس بارد على منطقة الواحات، 21 درجة على الصحراء الوسطى، أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 29 درجة. دائما نظرا لانخفاض الضغط الجوي على حوض المتوسط، فالبحر خلال يوم الغد يبقى كثير الاضطراب على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية، حتى رياح قوية تتراوح ما بين 30 لغاية 50 كيلومتر في الساعة، بينما بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا على الواجهة الغربية مع رياح معتدلة.